لهذا السبب سميت العراق ببلاد الرافدين. سميت دولة العراق ببلاد الرافدين، وسبب هذه التسمية قد يعود للاسم الإغريقي لبلاد العراق. وبلاد الرافدين في اللغة الإغريقية تعني ميزوبوتاميا، وهذه الكلمة في اللغة تعني الأرض التي توجد وتقع بين أكثر من نهر. وفي اللغة السريانية سميت العراق ببيت النهرين. وعلى كل حال، فإن كل التسميات لهذه الدولة كانت تتعلق بالرافدين. والرافدين هما النهران المعروفان، نهرا دجلة والفرات. ومما يجدر ذكره أن بلاد الرافدين قديما لم تكن تضم العراق الحالية فقط، وإنما تشمل بلاد العراق الحالية بالإضافة إلى شرق تركيا وجنوبها وغرب دولة إيران والشمال الشرقي لدولة سوريا. وقد قامت فيها حضارات من أهم حضارات العالم القديم والمعاصر، ألا وهي الحضارة الآرامية والحضارة البابلية. وتعتبر حضارة بلاد الرافدين أم الحضارات، وذلك لأنها الحضارة الفاصلة التي نقلت الإنسان من عصر قبل التاريخ إلى الحضارة الإنسانية المتحضرة. وفي العصر الإسلامي كانت العراق مركز الحضارة العباسية.